بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة القرآن الكريم، عيدكم مبارك سعيد، كل عام وأنتم بألف خير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات في هذا الشهر الفضيل. كل عام وأنتم بألف خير، بصحة وعافية وهناء، وبلدنا بألف خير. أعاده الله علينا إن شاء الله بالخير واليمن والبركات. هي فرحة ثالث أيام عيد الفطر السعيد عبر قناة القرآن الكريم في هذا البلاطو الذي بإذن الله تعالى سيدوم على مدار ساعتين ونصف من الزمن. سنكون معكم على المباشر لنتقاسم معكم فرحة العيد، لنعيش أجواء العيد، تقاليد العيد، وأهم شيء مبادئ وقيم عيد الفطر المبارك. سنبقى معكم إن شاء الله على المباشر إلى غاية الخامسة من والنصف مساء مع مضامين خاصة بعيد الفطر المبارك، وقفات مع صلة الأرحام، مع عودة إلى قيم رمضان، هذه المدرسة العظيمة التي خرجنا بها ومنها للتو. إلهي، وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودة وصلة الرحم ودوام الصلاة واستمتاع أيضا استبتاع الذكر والاستغفار والإكثار منها. يا من بذكرك تطمئن القلوب، غفرانك اللهم غفرانك عن آثامنا وأخطائنا، فما من غافر إلا أنت، وما من عاف إلا سواك، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. أجواء العيد، قيم العيد، مبادئ العيد في هذا البلاطو المباشر إذن من قناة القرآن الكريم، وفيه بإذن الله تعالى سنجوب مع المحطات التي حضرها لنا الصحفيون الذين كانوا في الميدان وعايشوا أجواء العيد وقاموا بجمع تهاني وهدايا العيد لجميع المشاهدين، كما سيكون أيضا بلاتو مميز مع شيوخي وأساتذتي قناة القرآن الكريم مع فسحات إنشادية ستضفي جوا من السعادة من الفرح بمناسبة العيد. باسمكم جميعا أرحب بكل من الأستاذ عبد الرحمن عجروم، أهلا وسهلا بك هذا المساء، عيد مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم، عيد سعيد، تقبل الله منا ومنك ومن إخواننا الحاضرين معنا جميعا ومن إخواننا وأخواتنا المشاهدين لنا والمشاهدات على هذه القناة المباركة. عيد سعيد للأمة الإسلامية جمعاء، نسأل الله أن يعيده علينا بالأمن واليمن والبركات على وطننا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، أمين يا رب العالمين. أكيد معك أستاذ، اليوم سنتحدث عن أهمية الاستمرار على التوبة، على القيم التي تعلمناها في مدرسة رمضان، والفسحة الإنشادية اليوم سينشطها بامتياز المنشد حسن دحمان. أهلا وسهلا بك في بيتك قناة القرآن الكريم، عيدك مبارك، كل عام تبقى ألف خير إن شاء الله. شكرا على كرم دعواتكم الطيبة المباركة في هذه الأيام المباركة، ثلاث أيام عيد الفطر المبارك، فأقول عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم، أمين، وغفر الله لنا ولكم. إن شاء الله نجوز يعني سواعات متميزة حضرة شيخنا الفاضل أربي نور ونور الجلسة، وكما قلت يعني صح قناة القرآن الكريم أسرتي الأولى والثانية على كل حال، لعظيم الشرف أني متواجد دائما في هذه المناسبات، سواء المناسبات أو حتى نجي نضل على خوتي ونروح. صحيح، وكم يمر الوقت يعني سريعا، يعني بالقريب يعني كنا في عيد الأضحى والفطر، وها هو العام الآن يمر ونأتي على فرصة أخرى. الزمن راه يجوز بسرعة يعني بتوقعهاش العقل، لكن الحمد لله إن شاء الله في طاعة ربي سبحانه والصحة والعافية إن شاء الله يا رب، أمين. على كل حال ستلتحق بنا إن شاء الله بعد لحظات من الآن الدكتورة سامية قطوش، ستتقاسم معنا إن شاء الله هذا البلاتو، كما سننتهز هذه الفرصة أيضا الحديث على شيء من الصحة، شيء من الثقافة الصحية والاعتناء بالبدن والجسد، باستقبال رئيس جمعية مرضى السكري سيد فيصل أحادة الذي سيلتحق بنا إن شاء الله خلال هذا المباشر. بداية لا بأس أن نتحدث قليل عن إنتاج قناة القرآن الكريم الذي في الحقيقة تعود عليه المشاهد الكريم، ألا وهو حادي الأرواح ببرايماته، بيومياته، أيضا إنتاجاته الفنية الجميلة جدا التي حتى على مدار السنة قناة القرآن الكريم تبثها باستمرار. أنت حسن ابن مدرسة حادي الأرواح وتعلم جيدا خباياها والتفاصيل التي هي فيها، حدثنا قليلا على الطبعة الخامسة لهذا السنة. جميلة كلمة خبايا. وعادة المشاهد يحب معرفة هذه الخبايا. بالطبع يعني احنا كنا عايشين يعني الأجواء الداخلية والخارجية يعني.
الحمد لله كنت من نتاج انا مدرسه حديث الارواح في طبعتها الثانيه سنه 2016. نعم. دخلت المدرسه وكانت اول تجربه لي فيما يخص برنامج حديث الارواح، اول برنامج انشادي تلفزيوني جزائري يعني، وكان انجح ولا زال على ذلك انجح البرامج الانشاديه التي كان لها رواج يعني وكان لها صدى كبير. الحمد لله كان اول ركح اعتنق ترك الاحترافيه على ابواب قناه القران الكريم في هذا البرنامج الثري الذي جمع بين نخبه من المنشدين يعني من مختلف ولايات الوطن، والحمد لله كانت بيننا اخوه وموده ورحمه وتبادلنا الافكار والطبوع الجزائري في مجال الانشاد وهو الفن الملتزم الاصيل، ونزلنا على ذلك دائما يعني. دخلنا المدرسه حديث الارواح يعني قلنا لكم ما نخطوكمش يعني نسقوا وراكم ما شاء الله يعني نعم الصحبه والخبره. 2016 كنت متنافس يعني، و 2017 كنت ضيف شرف، وكان لي استعراض كذلك في 2017 2018 في مجموعه صوتيه التي تجمع نخبه من المع نجوم الانشاد في الجزائر. صحيح. نحييهم ونقول لهم صحه عيدكم، عيدكم الصحه ولهنا، توحشناكم يعني، كنت فرقوا دائما تلقاي هذاك لو كونتاكت، التواصل يبقى دائما يعني، لان تعيش اجواء مع خواتك طيله شهر رمضان كامل يعني، ضحك وزعاف وفرحه ويعني اجواء يعني ما تعيشهاش في بيتك بصراحه، حتى وفي مع اصحابك برا. صحيح. لكن في مدرسه حد الارواح تعيش واحد الاجواء اللي سبحان الله وكانه غير كما نقولهم، انا نقولهم كل شيء مبروك ما جابتكمش. سبحان الله. 2017 2018 مجموعه صوتيه، وهذا العام ثاني في طبعتها الخامسه كنا كذلك على شكل مجموعه صوتيه اللي كانت ترافق المنشدين اللي تميزوا في الاداء خاصه في هذه الطبعه. نعم الطبعه طبعت هذه السنه لو هي الطبعه الخامسه تميزت بمشاركه ثانيه لعدد من المشاركين الذين كانت لهم تجربه سابقه في طبعات سابقه، ولكن هذا لم يمنع ايضا على اكتشاف اصوات جديده جدا، استعانة أيضا بخبرات جديدة جدا في هذه الطبعة. ما رأيك في مستوى المشاركات حسن؟ فيما يخص مستوى المشاركين في هذه الطبعة، الطبعة الخامسة من برنامج حديث الأرواح الإنشادي، كانت منافسة جد شرسة وقوية. معظم الأصوات اللي كانت في مدرسة حديث الأرواح معروفة لأنها ديجا دخلت للمدرسة وكان لها كان لها اسم يعني عن طريق برنامج حديث الارواح، لكن الاصوات هذه اكتشفت الجديده كانت متميزه ومن خلالها يعني تحصل على المرتبه الثانيه صوت جديد يعني دخل المدرسه بكرة اللي كان متميز في ادائه وفي اختياره للوصلات الفنيه الانشاديه التنافسيه وحتى الاستعراضيه. الوصله يعني برنامج يعني هذا العام كان ثري. تمنينا يكونوا كان اصوات اقوى كذلك يعني تدخل المدرسه، لكن سبحان الله الاسماء يعني والاصوات اللي دخلت في الطبعات السابقه يعني حبت تحصل على المراتب يعني. نعم. سواء الاولى او الثانيه، ولهذا دخلت كان يوفق ربي سبحانه عز وجل لتدخل المدرسه من قبل مثال علي صحراوي اللي كان في الطبعه الاولى. نعم. لم يتحصل على المراتب الاولى، لكن في الطبعه الخامسه تحصل على المرتبه الاولى، لقب منشد شارقه في منشد حد الارواح عفوا في طبعتها الخامسه، والمنشد كذلك من بسكره الله اعلم الاسم الكريم اللي كان متحصل على المرتبة الثالثة من بسكرة يعني. نعم. كان تنك متميز في أدائه يعني الحمد لله يعني، سبق أنه سمعنا صوته كان محترف يعني وتحصله يعني الإنسان كما أقول لك بلغ المورا تاعه. صحيح. بحكم أنه دخل في الطبعات اللي فاتوا يقول لك لازم نعاود ندخل باش نتحصل على المرتبة، وكان ذلك، لكن لا يختلف ذلك في الأصوات الباقية. نعم. كانوا متمكنين يعني، لكن في بعض الأحيان في يعني التربص الداخلي الإنسان يكون تعبان ما يكونش في نهاره، هذا لا ينقص من في قدره ولا ينقص من صوته شيئا. صحيح. يعني كل واحد وكيفاش يعني، تلقى أبرز وألمع النجوم في الوطن العربي احيانا يكون ما يكونش في المحطه ما يكونش في نهاره يعني ما يديش كما ينبغي. صحيح. هذا لا يعني انه لا يحسن الاداء او لا يحسن الاختيار، لكن قدر الله ما شاء فعل يعني. مجرد ما انا برنامج حديث الارواح نعتبره محط انطلاقة لكل منشد جزائري يعني. نعم. دخل المدرسة ليست البداية أو النهاية، بالبداية للنجاح. صحيح. والتميز والتألق دائما هكذا. نعم. وأبدا إن شاء الله. وأنت خير دليل لهذا الأمر يعني. الآن حسن تحمان ما شاء الله عندك إنتاج فني غزير جدا ما شاء الله. أخ مؤخرا شفت حتى تصوير على طريقة الفيديو كليب لآخر أناشيدك، فربما حدثنا أكثر يعني منذ خروجك من حادي الأرواح إلى اليوم يعني ما حققته في هذا السنة. أنا يعني أقول لك بكل صراحة يعني سبحان الله، انا في برنامج حديث الارواح الطبعه الثانيه خرجت اول برايم. ما شاء الله. خرجت اول برايم وخرجت من المنافسه في اول برايم. نعم. خرجت منافسه في اول برايم. بكل صراحه الاحساس مش راح يكون سهل، الاحساس مستحيل راح يكون سهل. كاين اللي يفشلوا
كان يفشل يعني بخسارة، كان يكسر ويقول لك سبحان الله رغم أني أدائي وكذا 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 ومتى خرجت من البرايم الأول وكان يشجع. أنا من الفئة اللي نشجع الحمد لله. أنا التي لا تكسر وكتقوي. بارك صحيح. الله فيك. أنا بكل صراحة أنا تشجعت، يعني قلت هذه بداية، كانت الفرصة أني أعتنق ركح برنامج حد الأرواح في طبعته الثانية. هذا لا يعني أنه كما قلت نهاية الإنشاد للفنان أو المنشد حسن تحمان سنتهي محطة خلاص الحقاري هذاك. بالعكس هذه كانت البداية، وكانت كما أقوى بداية لي في بعض الأعمال الفنية والكليبات وتمثيلي الجزائر في دول عربية أخرى وأجنبية. الحمد لله كانت فرصة لنعتبرها في حياتي جد مهمة في مجال الفن في مجال الإنشاد، يعني رغم أني تأثرت بزاف. بكل صراحة نصارحكم يعني ما كاش فينا اللي يدخل مسابقة ما يتمناش أنه يلحق سارتان نيفو، يعني طبيعي أكيد على الأقل ديمي فينال أو الفينال يعني. لكن الحمد لله هذا لا يعني أني نحبس في الإنتاجات والأعمال، ودائما عندي صدايا كما أقول لك افيك بلي بروب افيك مي بروب مويا. نعم. والتواصل مع الإعلام وبعض المؤسسات هنا في الجزائر وخارج الجزائر. نعم. اللي حبيت نوصل صوتي كما أقول لك عالميا، وفقني ربي سبحانه عز وجل. بعض الأحيان نقول ربي كينحي لك من نايم دارك في حاجة أكيد أخرى أكيد. وكان ذلك يعني نحت لي من عسى فيها خير باش ربي عوضني حاجة كانت أحسن وأجمل، وبنيت اسمي إعلاميا وفنيا ولازلت على ذلك بإذن الله والتوفيق من عند ربي سبحانه. إن شاء الله أكيد نتمنى لك كل التوفيق، والدليل على أنه الآن عندك إنتاجات فنية متميزة جدا، حضورك على الصعيد الإعلامي أيضا متميز، وحتى يعني تعتبر أنت كسفير لهذا البرنامج لأنه تمثله، والحال كذلك كان بالنسبة للعديد من المنشدين الذين حتى شاركوا في طبعات لبرامج مشابهة في تلفزيونات عربية، مثل ياسين الذي يعني شارك العام الماضي في منشد الشارقة، وعلي صحراوي. نعم علي صحراوي ايضا، لقمان اسكندر، لقمان ايضا. معظم المنشدين اللي طلعوا للشارقة كانوا في برامج حدي ارواح. نعم. كانت انطلاقتهم في برامج حدي ارواح وتاهلوا يعني مشاو يعني في المنافسة التمثيل الاحترافيه، يعني طلع فوق الركح امام الكاميرات والجمهور ولجنه التحكيم. لازم نقولوا لو بريمي بورسونتاج الاول سي بون باش يبني نسبه نجاح. صح. في حاله انه اعتنق ركح العالميه يعني. نعم. وكان ذلك يعني، وهذا دليل ايضا على انه المنشد تكون في مدرسه حدي الارواح. تكون لانه مستحيل انه ربما عندك فقط هوايه او حب للانشاد انه تدخل في يعني مجال تكوين ممتاز. مدرسه حدي الارواح يعني من اساتذه مؤطرين، ويعني برنامج ككل يعني بكل صراحه يخرج من المنشد العادي الى منشد محترف. نعم. كنا ندرسوا مخارج الحروف والنطق السليم باللغه. نعم. العربيه، المقامات العربية، التناسق بين الأداء والإيقاع، الاختيار الموفق في مجال في الأناشيد التنافس، أناشيد الاستعراض، ينحي لك لوتراك هذاك يطلع للركح يعني قدام الجمهور قدام لجنة التحكيم. دوكا أي منشد دوكا يطلع للركح سواء من لجنة التحكيم يروح له هذاك لوتراك سي بون ديجا عنده ليكسبيريونس الوغ بريزونتي حاجة كما نقولوا دي فالور عندها مستوى وقيمة يعني. والحمد لله هذا كامل فضل من عند ربي سبحانه ثم برنامج حدي الأرواح. وهذه هذه الطبعة الخامسة بتميزها بنجاحها أيضا بأصواتها المشاركة، بنجاح أيضا الفريق الذي ساهم في إعداد هذا البرنامج. صحيح. وفي مساعدة أيضا المنشدين لوصول هذا المستوى. نقولكم إلى هذا الأجواء لهذه الصور التي تنقل وتلخص ربما تفاصيل الطبعة الخامسة لحدي الأرواح. النبة الأولى من عين لحجل من لمسيلة علي صحراوي، الصوت القوي والجميل والمتألق، تفضل ليسلمه الجائزة الفاضل المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري السيد سليم رباحي، فليتفضل إلى المنصة لتسليم هذه الجائزة. إذن فارس الإنشاد لهذا العام علي صحراوي يكرم من طرف السيد المدير العام للتلفزيون الجزائري. أجواء جميلة نعيشها معكم. شكرا لهذه المنطقة التي منحت لنا، شكرا جزيلا التي منحت لنا هذه الأصوات الجميلة. صوت علي صحراوي صوت متميز، كان
هو في مشهد الشارقة يعني. هذا إذا كان تتويج المنشد علي صحراوي ابن مدينة المسيلة أيضا في الطبعة الخامسة لحادي الأرواح. هذه كانت صور من النهائي الذي توج فيه المتحصل على المرتبة الأولى. كما شاهدتم مشاهدين الأفضل دائما حضور قوي رسمي وللجماهير المهتمة بعالم الإنشاد، وهذا يدل على اهتمام أيضا جمهور الجزائري بالفن الملتزم بالكلمة الهادفة باللحن أيضا المميز. هل معنا علي صحراوي عن طريق الهاتف لنهنئه بالعيد وأيضا تتويجه بالمرتبة الأولى في حادي الأرواح؟ معنا علي الصحراوي، السلام عليكم، مرحبا بك في قناة القرآن الكريم، عيدك مبارك سعيد وألف مبروك على المرتبة الأولى في حادي الأرواح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير إن شاء الله، ربي يتقبل منكم إن شاء الله الصيام أمين يا والطاعات إن شاء الله. كيف هي أجواء العيد في المسيلة مع العائلة بعد العودة من التتويج علي؟ والله أجواء رائعة أكيد، يعني الواحد فوت شهر رمضان في يعني في حضن قناة القرآن الكريم، والحمد لله عدنا وفوتنا العيد أكيد مع الأهل، يعني أمر يعني ما شاء الله الحمد لله. كيف كان الاستقبال بعد التتويج علي؟ والله إحنا في المسيلة كما يعرفوا يعني 48 ولاية المسيلة يعني معروفة بالمنشدين ومعروفة بمحبين المنشدين. نعم الحمد لله يعني استقبلوني أحسن استقبال، خاصة أهلي في عين الحزن، يعني الحمد لله كان يعني حضور رسمي يعني وحضور يعني وفود من الشعب المسيلي يعني بكثافة الحمد لله ما شاء الله. علي صحراوي، يعني مشاركتك في هذه الطبعة من حادي الأرواح كانت متميزة جدا بشهادة الحاضرين، بشهادة أيضا المختصين في مجال الإنشاد الديني، حتى الأساتذة هنا لما كنا نشاهد صور التتويج يعني أجمعوا على ذلك وأثنوا على مشاركتك في هذه الطبعة. حدثنا عن هذه التجربة، ماذا أضافت لك، ماذا تعلمت منها أيضا؟ حادي الأرواح مسابقة، أولا هي يعني أي منشد في الجزائر يعني يتمنى يشارك في هذه المسابقة. نعم صحيح، لأنه قناة القرآن الكريم الحمد لله يعني فتحت لنا هذا الباب باش الواحد عنده موهبة صوت يسمع صوته للعالم العربي وللعالم الإسلامي كامل. نعم الحمد لله يا رب، يعني قناة القرآن احتضنتنا وفتحنا هذا، لأنه نعتبره يعني أول برنامج يعني وطني يعني على المستوى الوطني هو حادي الأرواح. نعم الحمد لله، يعني مشاركتنا فيه أول هذا شرف وفخر لنا يعني قبل كل شيء، ومرتبة أولى يعني أي واحد يتمناها، يعني صحيح. أي منشد يتمنى أنه يتحصل على لقب حادي الأرواح منشد الجزائر. صحيح الحمد لله، يعني تجربة فريدة من نوعها، ويبقى يعني اللقب يعني أسمى هدية يعني في مجال الإنشاد. ما شاء الله، كيف كانت يعني تفاصيل المشاركة اليومية، الدروس التي كانت تقدم لكم في المدرسة؟ ممكن كان تكلم منذ قليل حسن دحمان عن التكوين الذي يخضع له المشاركون في برنامج حادي الأرواح. أكيد قبل المشاركة ندخلوا في مدرسة، يعني مدرسة داخلية وين ندرسوا الأشياء اللي تتعلق بالفن بالموسيقى بالمقامات. الحمد لله يعني استفدنا، يعني كاين أساتذة ما شاء الله يعني جابوهم من المدرسة واستفدنا منهم، يعني كاين أشياء كنا يعني نسمعوا بها برك، الحمد لله الأساتذة هذو وصلوها لنا يعني يعني تطبيقيا. هذا شيء زاد في مجالنا، يعني زاد علميا يعني في المجال تاعنا، والحمد لله يعني خاصة أنه كنا يعني خاصة داخل المدرسة يعني كنا كامل عائلة واحدة الحمد لله. صحيح صحيح، وكل سنة كانت يعني الأجواء كذلك بالنسبة للمتشاركين. طيب ماذا بعد حادي الأرواح علي؟ بعد حادي الأرواح إن شاء الله أنا مقبل على تسجيل عمل إن شاء الله يتحدث عن الأم. نعم إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي، وأنا الآن عندي يعني استوديو يعني مسقى خاص بي إن شاء الله، هني في طور الإنجاز إن شاء الله. ما شاء الله، نتمنى لك كل التوفيق أكيد في مشوارك الفني، وأكيد هي مسؤولية يعني أمام المنشد لأن يختار المواضيع التي يقدم فيها أعماله، والكلمة أيضا ينتقيها بعناية من أجل أن يكون فعلا هذا الفن هو هادف وفي خدمة المجتمع. في الأخير علي صحراوي، ماذا بينا نسمع صوتك قليلا في يوم العيد، رغم أنه عن طريق الهاتف لم تحصل على النوعية التي نريدها، ولكن لا مانع من أن نسمع هكذا هدية للمشاهدين قناة القرآن. جدا نعم تفضل علي. فقط برك نحيي خويا حسان، يعني حسان حبيبي وصديقي اللي راح معاكم اليوم. الله ينورك، عيدك مبارك اخي علي. الله يبارك.
طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا يا من عليه لكشف الضر أعتمد. ما شاء الله ما شاء الله، والله يعني حكى هكذا أتتنا يعني من المسيلة عن طريق الهاتف نبرات الصوت الجميلة. نشكرك أخي علي صحراوي على هذا المشاركة معنا عن طريق الهاتف. نتمنى لك بدورنا باسمي وباسم طاقم قناة القرآن الكريم مزيد من التألق والنجاح وتحقيق كل المشاريع التي هي في بالك إن شاء الله. إن شاء الله الله يبارك فيك، الله ينعم عليكم إن شاء الله وبارك فيكم. من خلالك نحيي كل أهلنا بالمسيلة، عيدكم مبارك سعيد. كان معنا عن طريق الهاتف المنشد علي الصحراوي المتوج بالمرتبة الأولى في الطبعة الخامسة لحادي الأرواح. أستاذ عجروم، هل كنت من المتابعين؟ هل أنت من هواة هذا النوع من الفن الذي هو الإنشاد الديني؟ الإنشاد الديني من هواته، نعم، ولكن هذه السنة طبعة الحادي لم أكن من المتابعين لها، يعني في النهائيات تقريبا شاهدت فيها الحلقات أخيرة، بعض الحلقات يعني الأخيرة شاهدتها، ولكن في البداية يعني تقريبا برنامج رمضان وبرنامج يعني حاجة ما كانت صح أن نشوفوها في البيت، يعني تقريبا الشغل راه مصباح العشية صحيح، فمعناتها ما تفرغناش باش نشوفوا الحادي، ولكن في الطبعات الأخيرة يعني قلت لك شاهدتها، وما كنت كما قلت لكم قبل ما كنت على درايه بالمشاركين شكون. نعم، فيعني في المره اللي شفت فيها الشيخ صحراوي استاذ صحراوي ظننته ضيفا. نعم، ما كنت عارف كامل انه لاني لتمكنه الإتقان. نعم، التمكن والاتقان ظننته شغل ضيف استضيف ليؤدي السهرة. نعم، ثم بعد ذلك لما رايت لجنه التحكيم تنقد أدركت على أنه من المترشحين. نعم، وأنا أعلم أنه شارك سابقا لأني متابع تقريبا المنشد الشارقة، أعلم أنه شارك سابقا في منشد الشارقة، فكانت في بالي على أنه لابد على أنه هذا المشارك راح يكون في المراتب الأولى على الأقل، وكذلك كان متوج الحمد لله ورب يبارك فيه، صوت رائع، صوت نعم جميل جدا. صحيح، والآن حتى الإنشاد الديني يعني عبر ولايات الوطن أخذ يعني أبعاد كبيرة جدا، اهتمام أيضا من طبقات الشباب، من كتاب كلمات، من يعني يا أستاذة لو أنه نشوف حاجة واحدة أخرى، حجم الفرق الإنشادية التي تنمو. صحيح، هي كاين اللي يشوفها ظاهرة مرضية يقول لك ليجي يعجبه صوته يروح ينشد، ولكن بالنسبة للبعض الآخر العكس، هذا صحيح، تشجيع للشباب. يعني صحيح، يعني أنا ما ألاحظه، يعني أنا تقريبا راني ابن حي شعبي في القصبة، يعني معظم الكشافات ولا معظم الشباب اللي عندهم ميولات هكا دينية محافظة تلقيهم يروحوا لجانب الإنشاد. صحيح صحيح، يعني يحاول يشوف صوته شباب، إذا ما وفقوش ربي القرآن وختم القرآن ولا يعني إمامة الناس تلقاه غالبا راهو فرقة إنشادية يحسن. صحيح، صوته ويؤدي الأناشيد، وهذه ظاهرة أنا بالنسبة لي ظاهرة جيدة جدا. صحيح، يعني صحيح، ظاهرة على أنه كاين مجال يفرغ فيه الشباب طاقاتهم وهواياتهم، وهو إنماء نعم لهذا الطبع.
الذي تقريبا الآن بدأ ينتشر وبدأ يحيا جدا في الجزائر بطريقة جيدة فعلاً. هو هكا الإنشاد والمديح لأنه أصلا فيه أمر بالأخلاق، فيه نعم. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه ذكر لله، فيه مناجاة، هذه كلها أمور يحتاجها الشباب فعلاً. فما عندها أن نشجع الناس عليه وأن نحث الناس عليه، هو من الأمور الجيدة جدا والطيبة جدا في المجتمع، ولذلك نشجع يعني بدورنا قناة القرآن الكريم. لذلك قلت في البداية حتى أنه إنتاجات أو الوصلات الإنشادية التي يقدمها المشاركين في سهرات حادي الأرواح تبث على مدار السنة في قناة القرآن الكريم، وهذا يعني حتى من الناحية الاجتماعية ممكن دكتورة سامية تلتحق بعد قليل وتأكد أن هذه الفكرة للمجتمع الآن بحاجة لتوعية من نوع آخر عن طريق الفن، عن طريق الإنشاد لمعالجة هذه الظواهر الاجتماعية التي تنتشر، ممكن أن تقدم حلولا لها. رسالية الإنشاد، الإنشاد وسيلة مساعدة الدولة الإسلامية، وهذا لا يعني أنه لا يعالج قضايا، بل يعالج أيضا قضايا اجتماعية، يعني يدخل الأسرة الجزائرية. يعني ذكر الإنشاد، كان بزاف ناس تقول لك الإنشاد ما هو الإنشاد، يقول لك الإنشاد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو منادي ذكر المولى عز وجل أو مناسبات يعني عاشوراء أو رمضان أو المناسبات الوطنية الفاتح نوفمبر أو 5 جويلية. لا، حتى الإنشاد نشد عن الأم، عن الوالدين، عن دار العاجزة، نعم. عن اليتيم، عن كل، عن ذوي الاحتياجات الخاصة، عن المعاق، يعني صحيح. هذه القضية الاجتماعية التي في كل موجودة في كل أسرة جزائرية يعني. صحيح. والحمد لله أصبح الإنشاد في الآونة الأخيرة له جمهور وله إقبال وله صدى كبير من ناحية الإنتاجات كذلك. الناس كانت تسمع الإنشاد زمان، كانت تسمعه بطريقة الأعوام، نعم. هذه اللي فات اللي راهي جايه، ولا تسمعوا باسلوب زي اخر يعني، باسلوب واحد نعم. اخر يعني نعم. بلباس اخر، انشاد بلباس عصري. التذوق اختلف يعني، نعم. ما كان يسمعونه سابقا يعني مثلا من مدائح ولا من، كانوا يسمعوه بطريقه هذيك تاع شغل زهديه تصوفيه الان، نعم. ولا فيه فن عصري، ولا فيه عصري، معناتها يسمع من جانب فني. بارك الله فيك. دوكا اصبح سبحان الله، دوكا شوف المغنيين يعني ولاو يسمعوا الانشاد، يقول لك سبحان الله ما هذه الاصوات اللي راهي ظهرت هي، ويقول لك ما هذه الاصوات اللي ظهرت في الاونه الاخيره. لا، ماشي انت ما كنتش تسمع ديجا، نعم. انت اكتشفتها مؤخرا اذا ما كرهتها كما نقول واحد متاخر، لكن اصوات هذه لان في الجزائر خاصه انا نقول للجزائر قلعه في الانشاد، يعني قلعه في الانشاد من ناحيه الاصوات، من ناحيه الاداء، تمكن كاريزما. الان اصبح الانشاد عصرانته الخاصه من ناحيه اللباس وتصوير الكليبات ونوعيه صحيح. الصوره والصوت، وحتى الموضوع كلمات والحان. نعم. اصبحنا الان نتعامل مع موزعين من خارج الوطن، من تركيا، من الامارات العربيه، من دبي، من ماليزيا، نتعامل مع شعراء من فلسطين وهنا من الجزائر. نعم. اسمع الحمد لله دوك حتى في الدول العربيه الاخرى اصبح الانشاد الجزائري صداه. كي تقول زعما المشير الثاني من الجزائر يقول لك ما شاء الله صوت وتمكن واداء وتميز. هذه الجمله اللي يقولوها دائما تاع الشارقه كي يجوا الجزائريين، يقولوا الجزائر معروفه بالمنشدين والاصوات المتميزه بارك الله فيك. هذاك ساكي تكلمنا على الشارقه يعني في مخصوص مسابقه منشد الشارقه، لما كتجي لجنه التحكيم قافله الشارقه تحط رحاله هنا في الجزائر باش تختار الاصوات، تحير واش تخير. نعم ما شاء الله. وارفان نقول لهم انا كي نكونوا هكذا دي زامي كقاعدين زعما، ولا قال يا جماعه سو با دير كي راه فلان حاب يقول اجمل صوت في الجزائر، نعم. ممكن اصوات بالعكس، لكن لجنه التحكيم جرم تلفت لها قال يا دير قرعه خير خرج اسم، ولا لانهم كلهم جيدين، كلهم صحيح. جيدين والله صحيح. كلهم جيدين. نفس الشيء في برنامج حادي الارواح، بعض الاحيان تلقى فارق صغير نقطه ولا ربع نقطه ولا من بين المتنافس الاول والثاني، نعم. حتى لجنه التحكيم تحير وبارفو يختلفوا، يكونوا لجنه التحكيم تختلف الاراء، تقول لك انا زعما يطلع فلان يطلع عليه، لا انا ما يطلعش عليه يطلع فلان، يحيروا بعضهم، بعد في الاخر الاغلبيه هي اللي تقرر، نعم. لكن هذا لا ينقص من صوت اي منشد جزائري. انا شاركت في عده مهرجانات يعني مع حفلات، كي نسمع الصوت وكانه الجزائر سله تاع فاكهه، كل فاكية والذوق تاعها، نعم. اختلاف ثراء صوتنا يعني. فراولة، البنان، عندك تشينا، عندك أصوات، ماشي صوتي نستيك في خوه، صوتي يكمل خوه، نعم. هذا هو الأساس. لكن أنا حابة أنا حاجة تدخل في فكر الكثير من المنشدين، أن المسابقات الإنشادية ليس مجرد يعني معبر يعني، نعم. بصرار جرك أن بون هكذا جزء عليه من هذاك البصر تشوف الاحترافيه تاعك، نعم. هذا لا يعني انك اجمل صوت في الجزائر، صحيح. لكن كاين اصوات اللي ما تمكنتش في المسابقات وخرجت دارت العجب وشرفت الجزائر، وكاين العكس يعني ممكن يتوج بمراتب ثم يتوقف، وهذا هو المشكله انا عايشه نحن المشاهدين الجزائريين. ربي كرمك، نعم عليك، وكرمك بالمراتب الاولى،
استغل هذيك الفرصة. صحيح. كما قلنا الصوت تاعك لازم يكون عنده صدى كبير يعني، وهذه رسالة كما قلنا وسيلة من وسائل الدولة الإسلامية، حاول أنك توسعها قدر المستطاع. صح. لا هنا أصبح المنشد كيتحصل على مرتبة، استغفر الله استغفر الله، كاين اللي يشوف الإنشاد وسيلة تجارية، وكاين اللي يشوف الإنشاد وسيلة إسلامية دعوية، كاين اللي يقول لك أنا بور أفوار لا بروميير بلاس بور لارجون، أنا جل دراهم. بكل صراحة يعني لا مانع أن الإنسان يكون عنده مدخول يعني من هذا أنك تسبق شيء على شيء، ولكن تكون نية خدمة المجتمع يعني أولى، تسبق شيء على شيء يعني بكل أنت ربي نعم عليك مرتبة الأولى، هذه نعمة من عند ربي سبحانه، أعرف إيش تستغلها وستسأل عنها يوم وتسأل عنها يعني تكون حجة لك أو عليك عن صوتك ماذا عملت به. بارك الله فيك. لكن دركا الحمد لله أصبح المرشد الجزائري يعني يبتغي وجه الله، هذا أول شيء. صحيح. كما أقول لك يبتغي وجه الله بحاجة أن يرضي ربي سبحانه عز وجل، بعد كي ترضي ربي سبحانه عز وجل ربي هو اللي يجازيك بالمدخول اللي يدخل عندك. نعم. لكن كاين بعض الناس اللي يقول لك انا المال وتخلص المحطه تاعو في المال، يعني هذيك النجوميه ولا البريمي بري ولا الانتاج تخلص التم، يقول لك ربي انا جزيتك اجر ما قلت يعني. صحيح. في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم او في الانشاد، وانت حبس القافله تاعك حبست في نعم في المبلغ فلاني كذا. نعم. يا اخي ما لا تخلص التم في المبلغ الثاني. صحيح. ولهذا انا نقول مثال، نقول نضرب مثال بكل صراحه، يعني بعض المنشدين العالميين اللي كان عندهم صدى رغم الاصوات تاعهم العاديه جدا، امثال سامي يوسف او مهزير زين او حمود الخضر، منشدين عالميين. كي تروح انا مؤخرا كنت في كوالالمبور، قلت لهم انا منشد فلاني بكل صراحه يعني. نعم. ما نعرفوش، ادخل اليوتيوب عرفنا، بصح كي تقول له ماهر زين بلا ماهر زين او فلان او علان، الاسماوات اللي صنعت الحدث في العالم العربي ككل، ولا يعني يقول لك انا نعرف انا ماهر زين، نعرف سامي يوسف. نعم. لكن انا نتمنى انه الانشاد يعرف عليه صحراوي. صحيح. يعرف يعني يصل الى يصل الصدى هذا للمسامع للمسامع العالم. نعم. لكن نروح لدوله اجنبيه اخرى نقول فلان عباك صافي مبروك، كما يقول لك توجه القلب انك ما نعرفوا حتى منشد عالمي في الجزائر. نعم. رغم مستوياته فعلا. فادي طلبي ربما عنده فادي طلبي نتكلم على يعني فادي طلبي، انتاج متميز، عنده صوت بسيط وجميل يعني، وانا نقول سي ان تكنيسيان يعني انتاجاته هادفه جدا، هادفه ويخدم اون فيرسيون مودرن يعني، يخدم واحد العصرنة في الأداء تاعو اللي خلاته أنه يلحق. احنا اعتدنا على التقليد 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 التقليد، ولهذا لما نصنع الحدث، لكن لو كان نخرج من التقليد وندخلوا للإبداع نصنع الفرق. كي نكونوا في مسابقة إنشادية أنا نترج نتحكيم ونطلع نأدي معتصم بالله العسلي، نخدم ابتهال والموشح ولا عرب وتمكن وقفلات وانتقال من مقام المقام. مبدع مبدع مبدع، ليس هنا الإبداع في التقليد، بل الإبداع أنك تتقن هذاك العمل لكن تمد ارتجاليات الخاصة بك أنت كصوت كشخصية، تبرز الشخصية تاعك في عمل فني تاع فلان، فعلا تمد لمساتك الفنية. هذا هو الإبداع. نعم. هذا هو الإنتاج، هذا هو التمكن، هذا هو التميز. نعم. ليس التقليد فعلا. وفي هذا الباب فقط وبها نختم سهيلة، يعني حتى هذا المنشد يعني لابد أن يكون له الدعم الكافي. أكيد. الآن مثلا قبل أن نصل لموضوع المنتجين بالنسبة للمساجد، الآن أستاذ عجروم ما شاء الله تستضيف يعني المنشدين، الفرق الإنشادية في مسابقات حفظ القرآن، في سهرات الختامية عادة، في تشجيع من طرف المساجد ساجد لهذا المنشدين الشباب، ما أهمية ذلك؟ هي قبل ما نهضر الصراحة، لأنه ما أنت مثلا في العاصمة نعم غير منتشرة جيدا. صحيح. يعني خارج العاصمة أعلم على أنه في المسيلة مثلا منتشرة جدا، في الصحراء بعض المناطق منتشرة جدا. صحيح. ولكن في العاصمة أقل يعني نادرة. نعم. يعني ما أنت لو أنك تحاولي تعدي المساجد، يعني قلال جدا المساجد التي تستضيف دعم منشد متمكن. نعم. مع أنه هناك بعض المنشدين المتمكنين أئمة. صحيح. ولكن هاري كنت توزع الجوائز، ما ممكن. المجتمع تاعنا مازال موش متقبل جيدا هذه الفكرة تاع أنك تجيب له الجامع وينشده. نعم. أنت ولكن هو من أعظم وسائل بيان شرعية الدعوة بهذا الأسلوب. نعم. يعني الناس كيشوفوا على أنه المسجد الذي يخرج منه الخطاب الشرعي من المنبر، تخرج منه الآيات من المحراب، يخرج منه أيضا الإنشاد الهادف. يعني نعود نوليو للجانب الشرعي تاعو. حسان بن ثابت رضي الله عنه كان يقول الشعر وينشده في المسجد، فمر عمر فنظر إليه شزرا فقال حسان لقد كنت أنشده وفي المسجد من هو خير منك، لقد أنشده بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يعني هذا الأمر فرق ما بين النظرة النبوية وما بين النظرة اللي شوية راهي قاصرة. يجب
على أنه المساجد تشجع الأمور الهادفة. صحيح. يعني حتى من غير الإنشاد، يعني عدة مجالات هادفة في الحياة تخدم المجتمع، أن ندعمها وأن نبين على أن لها اتصالا وثيقا بالشرع وأن لها اتصالا وثيقا بالحياة، لأن صحيح. المسجد رساليته في أنه متصل بالحياة كلها، وأنه ليس انعزالا، وأنه ليس دروشة كما كل إنسان ينعزل، العكس، إنما المسجد هو ناشر، حمل التبرع بالدم يكون في المسجد، الإنشاد يكون في المسجد، الرحلات الإغاثية في المناطق النائية تنطلق من المسجد، هذه كلها يجب أن تنطلق من، ولكن عندنا شوية مشكلة يعني مع المجتمع الذي لازالت له صورة نمطية على المسجد، لم يتقبل بعد تقبلا كاملا لهذه النشاطات، ولكن أمر مهم جدا أن تنطلق هذه النشاطات من المسجد حتى تعطيها شرعية محترمة. صحيح. وإن كان معنى الإنسان المقتنع بما يعمل لا يحتاج أن يزكيه شخص آخر، ولكن للمسجد قدسيته، فمعنى وجودهم في المسجد وانطلاق كل عمل خير من المسجد هو شرعية لهذه الأعمال. صحيح. ومباركة لها إن شاء الله. صحيح. وتشجيع أيضا لهذا المنشدين الذين يريدون ولوج عالم كهذا، المنتجين أيضا بدورهم الدعم المالي يبقى يعني هو نقطة استفهام التي للأسف لازلنا دائما نطرحها ولازلنا دائما نتحدث عنها، لأنه لا وجود لإنتاج محترف بنوعية نوعية صوت وصورة وتوزيع أيضا يعني يليق بمستوى الإنشاد الديني للأسف. بالطبع. كان واحد تفضل الشيخ الفاضل فات الكلمة قال لك المنشدين هذا، لكن ننسى كذلك الشعراء، كاين بعض الناس شعراء يعني تلقاهم متمكن في مدح نوصل السلام في ديك مولى عز وجل في مناجاة كتابات ما توصلش للمنشدين هذا تانيك في الجامعة يقدر يزعم أنا ما عندي الصوت لكن نقرأ ندير الشعر نذكر سيرتنا وصل السلام على قصيدة يعني هذا ونتكلم أنا ولا علي أستاذ معناتها اللي معايا في المسجد معناتها الإمام اللي معايا في المسجد الشيخ محمود عبود نحييوه تكلمنا أكثر من مرة على أنه ندير أمسيات أدبية على أنه نستضيف شاعرين ونأخذ جانب من الجوانب من أغراض الشعر، سواء كان المدح ولا الفخر ولا الأخلاق ولا المدح النبوي ولا المناجاة، ونديروا بيناتهم شغل قصة من الأدب ومن بعدها قصيدة ومن بعدها، لأنه هذه كلها وش كنت نقول أنا كلها مكانها المسجد. صحيح. ولكن لما صورة المسجد تحورت ولات، وحبيت نقول كلمة أيضا في خصوص الإنتاج، ولا غير لأني عندي شوية بعض العلاقات مع بعض المنشدين، أحيانا الإشكال ماشي في الدعم المادي وإنما في الدعم الوسائل. صحيح. يعني حتى الوسائل تاع الإنتاج تحتاج وسائل تكون متقدمة جدا متطورة جدا. نعم. أحيانا المنشد يتنازل يقول لك معليش حتى يبدأ يتباع ولا دار دراهم وبعد نهضر عليه، بصح ما أنت ملقبل نحتاج وسائل محترمة اللي تكون طوب كما نقوله. صحيح. مش كيخدم الإنسان عمل هو يهضر عليه، العمل يهضر على المنشد. فعلا. وهذه فرصة ربما تقديم النداء في الثواني التي تبقت قبل أن نمر إلى المحطة القادمة. نعم. فيما يخص الإنتاج يعني والسبونسر والمؤسس اللي تبنى مثل هذه المشاريع منقرضة تماما في الجزائر، منقرضة انقراض يعني وكأنه أبدي. نعم. ما يتقبلوش فكرة أنه لكن كان حاجة ليش نقوله سبات مش انقراض، سبات دبابة ولا سبات طويل نوعا ما طويل بزاف، لكن يعني بكل صراحة دوكا كل منشد وصفاصون كما قلت الاسلوب تاعو والطريقه تاعو كيفاش لحق لي ميساج للسبونسر هذاك. نعم. ولا اللي عندي اون بواط دو كومونيكاسيون ولا اون بواط برودكسيون يلحق له برودوي تاعو. انا مثال دركا بكل صراحه دركا منشد انا انت عندك المال وعندك العدد وانا نجي عندك ما راهش بالك كيفاش نوصل لي ميساج تاعي، مش راح تقبلني مستحيل باسكو لازم عندي برنامج نقدم لك برنامج، انا شي ارتست انا فنان انا منشد ولك برنامج تاعي كيفاش تتقابل مع صاحب العلبه هذيك وتتحاور معاه. هذا المشكل لو موين دو كومونيكاسيون ما عندناش، ماشي متمكنين ماشي متمكنين فيه. يعني لو كان نروحوا باسلوب راقي يعني وبمنتوش فيه داك عندك بروغرام وحاجه دو بروفيسيونال بس نلحلو يرضى عن ربه يا يعطيك الصحه كيما قالوا الناس بكيزن على ربه نقدم لك كي تخسر فيا ونخسر فيك انت تقنعني وانا نقنعك ونخرجوا برودوي كيما صرا معايا انا في الكليب تاعي متفائل. نعم. كي كنت قاطع ليا كامل لقيت مؤسسه انتاج نحييهم برو رحت ليهم قلت لهم هو البرنامج تاعي وحاول واش درت انا لازم انا سجلت العمل من عندي سجلته اون فيرسون ميوزيك حاجه مودرن بنسخه موسيقيه ونسخه بدون موسيقى يعني. نعم. مع التفاؤل ومحتوى تاع الكلمات في امل في حياه في لعب في لهو في واداؤه يلا جزء بسيط منه نمر الى وصلت صحيح شويه الاداء تاعو تكون فيه في اصوات اللي طغات نعم على يعني في توزيعه كان توزيع شويه صعيب
سمعوا بعد حار اسكو يقول لي هذا نشيد ولا اغنيه؟ قبلها يقول لي باسكو هذا العمل جر يسمعوا لي، يسمع الغناء، يسمعوا الشباب، يسمعوا الصغير، يسمعوا الكبير. وفي بعد كي صورت الكليب صورته باسلوب فيه الالوان، كيفاش لا فاسون لابياج تاع المنشد، كيفاش يلبس، كيفاش يبدل لي كولور، كيفاش يخدم في دون ان اسباس فار. صوره مهمه جدا، صورة مهمة جدا على المشاهد. استعملت لو درون، الدرون صورته في افخم الفنادق هنا في الجزائر، كيفاش طلع الجزائر، كيفاش تهبط، في حيويه، في نشاط، في لاعب، تقبلوه الناس. على قدرته جاز في ماليزيا. نعم، هذا انجاز يعني، وجاز في معظم القنوات الجزائريه. نقدر نقول لك بلي اغلبها كاع جوزوا لي، عيط لي. اخر دعوه كانت مؤخرا في التلفزيون الجزائري، جاز في حصص مع سكوب فن مع اخي يوسف. قال لي سبحان الله، قال لي جوزنا وما شبعش منه. من بعد الناس تقول لازم تجيب لنا هذا المنشد في البلاطو نشوفه ونشوفوا الفيديو تاعو. حضر درت التصوير، لقاه رواج. العمل جيد يصل. الانسان كاين معناتها شغل القاعده، سواء في الشرع ولا في غيره، بقدر ما تعطي اي قضيه من وقتك، وبقدر ما تعطي اي عمل من جهدك، بقدر ما يكون النتائج. صح، تعطي له كاع وقتك، تدي كاع النتائج. وهذا الفضل عند ربي سبحانه، والحمد لله والقى رواجعني، وافتخر بهذا العمل رغم بساطته. متفائل جدا انا، الحمد لله. كلنا عنوان تفاؤل، كلنا اليوم متفائلين ان شاء الله بنجاح جميع المنشدين، والذي له نيه في خدمه هذا المجتمع، في ايضا نقل الصورة الحقيقية للجزائر العميقة، قيمها وعرفها الجميل جدا للعالم. فله إن شاء الله كل التوفيق. على كل ما زلت معنا حسن، ما زال بلاطو مع أستاذنا أيضا أستاذ عجروم، الحديث على عدة محطات اليوم في ثالث أيام عيد الفطر.